استقبال حار للبابا بنديكتوس السادس عشر لدى وصوله إلى دير إسكوريال في إسبانيا للمشاركة في تجمع ديني هذا الجمعة. البابا بنديكتوس السادس عشر في إسبانيا بمناسبة الاحتفالات الخاصة بيوم الشباب العالمي التي تستمر ستة أيام وتصل ذروتها في قداس هائل يقيمه الحبر الأكبر في الهواء الطلق الأحد المقبل. واستقبلت مدريد آلاف الأشخاص من أكثر من 190 دولة والذين تجمعوا في العاصمة الإسبانية. الاحتفالات الخاصة بالشباب الكاثوليكي أثارت جدلا في صفوف العلمانيين في إسبانيا والذين انتقدوا صرف الحكومة لمبالغ مالية ضخمة في الوقت الذي تمر فيه البلاد بظروف اقتصادية سيئة. هذا الأمر فجر عدة أعمال غضب حيث فرقت شرطة مكافحة الشغب الإسبانية بالهروات متظاهرين مناهضين للبابا تجمعوا مساء أمس في ساحة لا بويرتا ديل سول في العاصمة الإسبانية وطوقت الشرطة الساحة لمنع حدوث الاشتباكات.